جاي تشوف الكيس كيف انه حموم حفر كل ماكسيموم مينيموم فماش 10 متر ولازم فما حفره بسواء على اليمين وعلى اليسار والا على جنب الكيس الحفار ما تحس الناس معناها خاطر معناها شوارد هذي الحفر هون يسدوا فيهم كيما يقولوا بالجبس الجبس كما تعرفوا معناها ما عندوش حتى فاعلين معناها هو المطر يمشي يمشي فتفات هذا الكاس هذايا ملي تعمل عاش عام قداش في التسعينات اواخر التسعينات ولا في الالفينات لليوم ما تمسش ما تحطش فيه حتى كعبة قرفاية جديدة عبارة شوية يقولوا مجهودات مع المواطنين راك عمل بردان دقع شوية قدام دارو أما الكياس ماشي ويدهور حالي فور بارتو فور بارتو معناها فور فيه كياس ما عادش كياس فيه فور يصير كياس في مكة معناها اللي هو يربط ثلاثة بلديات يوم صيادة ولمطة وبحجر معاش قاعد تكون خير عدال تابعة مش تابعة يرد التاش صعيبة برشا مش تعمل به احنا تأخلطنا برسك وخير الجماعة اللي قاعدين يعملوا في أشغال الصيانة انا كي عودي بور انا حاجة بسيطة على الاخر وهكا انا يعاونوا كذا منه ومنه 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 هاي راكو سعيد صباح الخير اخويا صباح الخير ايوه كيف شنو هاي بس عليك صباح شنو واش تعمل والله راح قاعدين نصبح في الحفر اللي موجودين في كياس طريق الحلقو اها اليوم بدينا بكري شويه 10 نتاع الليل توا 7 نتاع الصباح ومازلنا نخدموا ان شاء الله غدوه نكملوا يعطيكم الصحة وشنو توا وين وصلتوا؟ توا بديتوا من هوني ولا منين بديتوا؟ بديتوا من شيرة حجرة وما رجعينا؟ توا تقريبا عملنا الثلثين نتاع الاسباس شكونكم انتم؟ شكونكم انتم؟ شكوننا احنا؟ تابعين تجهيزة؟ لا ما احناش تابعين بلدية؟ ما احناش تابعين حزبة؟ لا حزب لا تجهيز لا بلدية لا حد شيء احنا مواطنين رينا لكونه فما معناها نقص في حاجه كما العاده حاولنا باش نتفاوى نقصد هيا وفما الناس معناها استجابوا وركنوا في توا في توفير زادة باش نكملوا نزلت لنا شوية خدمة وباش نصبوا معناها بعد ما نحضروا الحفر بكل كيه باش نصبوا ان شاء الله البيتوم السيمنتي وان شاء الله تنجح الحكاية وتولي ما عادش فما حفر في طريق الحلقو ايه وتو سما طريق هذايا تسمى سو ديزون طريق رابطي معناها بين ثلاثة بلديات ولا أربع بلديات قصر علال صيادة لمطة وبوحجر كل قايل معناها نورا مو وزارة التجهيز هي اللي بيه علاش وزارة التجهيز ما عملتش انترفونسيون تو نشوفوا الترافيك معناها باهي مش خايب معناها يستحق الكياس انه كيف تعمل له صيانة علاش ما تعملتلوش الصيانة هو نفس السؤال احنا نسألوه علاش ما تعملتلوش الصيانة لكن ما احناش نقعدوا نستناو هذا معناها في ليزابيل دوفر وفك الحاجات لا تطول ومعناها الاتفاق بين البلديات التأشيرة من عند مي هذا يطوال شفناه في القنطرة نتاع بحدا كوليج بحجر في السنوات السابقة القنطرة هذه قعدت أكثر من سنة في اختلاف في الرأي ما بين شركة مياه نبهانة والتجهيز شنو الحكاية؟ الحكاية كياس هذا اللي هو كياس حي الجديد فهمتني ولا فهمتش ولا هون عامل كيما البهيم الشركة اللي هو قصر علال صيادة بحجر
فهمت شو ولا؟ لمطة ولمطة يموت بغير عطش، يموت بالعطش، يموت بالعطش، فهمتني؟ هذا غالب، هذا غالب، هذيك هو هذيك البلاد وهذيك 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 العباد اللي أنا فهمتني تعرف كيفاش تخدم البلاد يعني. وانتم ربي يخليكم كيف فهمت هكا باش تركوا كياسنا، كياسنا أنا حي جديد. طيب روح تعال دونك كيما تراو خليناهم الوليدات يخدموا يخدموا الصحة وربي يشدهم في صحتهم. هذوما تولي ترافوه اللي خدموهم هما شنو عملوا بالضبط؟ حيروا معناها التراب والوسخ على كل حفور هذوكا يكملوا الكياس كامل حتى اللي يرجعوا له بالبيتونيير وبال شو اسمه البيتوم الزفت حاجاهم. حل وقتي ما نكذبش عليك معناها مسكنات هي ماهيش معناها حل كيما نقولوا 100% مي هاونا كما يقولوا افيك لي موان دي بور مادام سلطه الاشراف معناها ماهيش قاعده لاهيه وماهيش عاطيه اهتمام للثنيه هذيا المواطنين من شيلتهم مش يقعدوا ساكتين مش يقعدوا يستناو فهمتني. دونك اي انسان يحس انه هو متفضي عنده وقت يجي يعاون لا باس دعوة خير صدقه على صحه بدنه محبب في بلاده وفسرها كما تحبوا تفسرها فهمتني. وهذاك هو برا سيدي نهاركم زين و حطوا جامعة على الباج. السلام عليكم.